مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار ان شاء الله نتكلموا على فوائد بيكربونات الصوديوم في تربيه الارانب. خصكم تعرفوا هذا بيكربونات الصوديوم انه ضروري يكون عندكم، يعني كمربي ارانب خص يكون عندكم في الصيدليه الصغيره ديالكم. يعني ضروري كما عندكم ادويه، جميع الادويه ديال الخاصه بالارانب خاص يكون بكربونات الصوديوم. يعني ضروري انه واخا ما يكونوش مرضين يكون عندكم كاحتياط. وحتى الناس اللي كيسولوني واش في الصيف ولا في الجو البارد، لا، ديما بكربونات الصوديوم يكون عندكم، لا بالنسبه للصغار لا بالنسبه للكبار. ويعني الا بغينا يعني نخصوها، يعني نخصو بالنسبه للصغار، لان الصغار ملي كيكونوا يعني يلاه تزادوا كيبداو ياكلوا، الا ما كيكونوش عارفين يعني كيفاش يتعاملوا مع يعني الامور. ممكن انهم بحال هذا الماء هذا، انتم هو تبارك الله راه كاين مجموعه من الارانب هنا، وهذا الماء هذا اذا لاحظتوا انه نقي، يعني ماشي عكس الصغار. الصغار كيبقاو يعني يوسخوا فيه وفي نفس الوقت يشربوا منه. وعاود الناس اللي دايرين يعني علافات غير في الارض، يعني كيعطيو الماكله في الارض، داك الصغار ممكن انهم ياكلوا من من من, من هذاك الازبال. كونوا متاكدين ملي كيوقع هذا المشكل ديال انهم ملي كياكلوا من 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 من, 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 من يعني الاوساخ ديالهم كيوقع لهم انتفاخات. اسمو يعني الضرر اللي كيوقع من بعد الانتفاخ، وهو انه الارنب كيبقى كيتحسر وما كيقدرش ياكل، كيبقى بهذيك الانتفاخ ديالو حتى كيموت. يعني الحل وهو كالتالي: بيكربونات الصوديوم راه يعني الا قلت لكم انه حل معجزه، سبحان الله، يعني في البلاص كيفش هذاك الارنب. وممكن هاد البيكربونات الصوديوم جربوها حتى في الانسان، يعني حتى نتوما الناس اللي مرضين بالمعده، يعني مثلا كياكل شي حاجه مثلا المناضه، كاين اللي كيشرب مناضه بزاف خصوصا في هذا فصل الصيف كيكون الجو حار كيشرب المناضه، سمو كيوقع تلقى راسك انك يعني مزير وما قادرش انك تهضر، ويعني فيك سخانه في كرشك، يعني كتقول بلي راني مزير. كونوا متاكدين ان نصف معلقه من نصف ملعقه من هاد بيكربونات الصوديوم ممكن انها تفي بالغرض، يعني كتولي خفيف يعني كتفش، حنا كنقولوا بحال الشكل الا نقولوا شربتي شي ديك الانواع ديال المناضه اللي كتقلص المعده، يعني كتكون الاسم ديالها مثلا الشويبس، بدون يعني ما نشهروا شي انواع من المناضه. المهم كاين اللي كيشري حتى الدواء، يعني باش كرشو يعني كيكون مزير. كونوا متاكدين هاد بيكربونات الصوديوم راه رخيص في الثمن، ورغم رخص الثمن انه يفي بالغرض. يعني الناس اللي عندهم تربيه ديال الارانب ضروري انهم يديروا واحد المعلقه مع الماء يعني مع الماء الارانب ديالهم. الثمن ديالو هو رخيص الثمن، يعني هاد الباكيه في الفرماسيان كدير 4 دراهم، وكاين يعني في الاسواق جوج باكيات من هادو، جوج باكيات كيديروا 5 دراهم، يعني 2.5 دراهم. هاد راني استعملت منها، كتكون في ميكا عاديه هكا، وكيكونوا دايرينها في البواطا هكا. الشكل ديالها داير بحال الشكل ديال الملح، غير هي مطحونه اكثر، يعني بودره رقيقه. يعني كدير منها واحد المعلقه وكتديرها لهم مثلا في طرو ديال الماء وتعطيها لهم يشربوها. هذه الطريقه هذه ممكن ديروها واخا ما يكونوش مراضين، يعني هي كتخفف عليهم، والثمن ديالها رخيص 2.5 دراهم، ممكن انها تضرب لك واحد الموده. 2.5 دراهم ماشي شي حاجه، ممكن انكم تستعملوها حتى نتوما، يعني سولوا عليها، راه هي كتنفع ما كتضرش، ما يمكنش انها تضركم. اي واحد ممكن انه يتناولها وما تضروش. اذا هاد بيكربونات الصوديوم شنو كدير الارانب؟ كتخليهم خفاف،
يعني الناس اللي كيعانيو من الارنب منتفخ، يعني عنده انتفاخ، وخصكم تراقبوا الارانب ديالكم اذا كان فيهم انتفاخ. يعني اذا كان فيه انتفاخ راه كيتفرز اللور واحد القنص وكيبقى مفروز، ما كيقدرش ياكل. انت ما كيبان لكم انه بصحه جيده، هو راه غير منفوخ وماشي منفوخ يعني بالصحه ديالو، يعني منفوخ صحيح، ولكن راه منفوخ له كرشو وراه تحسر وما قادرش ياكل، كيبقى هكاك هكاك حتى كيموت. يعني كتلقاه واحد النهار طايح، ما كتعرفش شنو السبب، وكتلقى كرشو منفوخه. منين تشوفوا كرشو منفوخه عطيه بيكربونات الصوديوم. هانتوما راها كتباع في الفرماسيان وممكن تلقاوها في الاسواق، ها هي بيكربونات دو سود، وبالعربيه بيكربونات الصوديوم، راه مكتوبه حتى بالعربيه بيكربونات الصوديوم. هانتوما بيكربونات دي سود، وهي الاسم الحقيقي ديالها بيكربونات الصوديوم. يعني كما قلت لكم في الاول، خاصها ضروري تكون عندكم في الصيدليه الصغيره ديالكم، كما تكون عندكم مواد اخرى ديال التربيه، يعني ادويه، ضروري يكون عندكم بيكربونات الصوديوم. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه حلقه مهمه، واخا يعني راها قصيره، ولكن بيكربونات الصوديوم راها مهمه في تربيه الارانب. يعني راه بالتجربه، هذا الشيء راه كنقول لكم بالتجربه. اذا كنعتذر على الطول ديال شحال هذه ما درت لكم فيديوهات نظرا للظروف الصحيه. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، قناه غادي بالدعم ديالكم، ما تنسونا كبير جام. والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.